نكمل بشابتر 8 ووصلنا لعند سكشن 8.5 والعنوان applications of emfs measurements اللي هي تطبيقات القياسات لفرق الجهد او جهد الخلية الكيميائية. هلا من التطبيقات اللي ممكن احنا نستفيد منها وممكن القياسات اللي ممكن نحصل عليها من خلال الكيميائية، اول واحدة اللي هي pH determination، يعني احنا ممكن باستخدام خلية كيميائية نحدد قيمة pH، وهي هاي الأساس اللي قائم عليه جهاز pH meter اللي هو بتكون من إلكترود. مجرد ما نحطه بمحلول حمضي على طول بيعطينا قراءة pH اللي هي الرقم الهيدروجيني واللي بتعني power of hydrogen. زي ما حكينا لما أخذنا عن الستاندرد إلكترود potentials، حكينا إنه في واحد من أنواع الستاندرد إلكترود potentials اللي هو الجلاس إلكترود، واللي هو بتميز بانه بتكون من جلاس ممبرين بالاخير، وهذا الجلاس ممبرين بيحتوي على محلول بتركيز معين من الاتش بلس واللي بيتم استخدامه لقياس البي اتش. فاحنا مجرد ما نحط هذا القطب بمحلول حمضي على طول بيعطينا قراءة البي اتش واللي هي بتساوي ماينس لوغاريتم الاتش بلس، يعني هو بيعطينا بس القراءة مباشرة ما بيعطينا فرق الجهد، فرق الجهد بيحوله لقراءة للبي اتش. هلا التطبيق الثاني او الفائده الثانيه للخلايا الكيميائيه هي الاكتيفيتي كوفيشنت، واللي حكينا هي بنرمز لها بالرمز جاما، وتعبر عن مقدار الانحراف عن الايديال بيهيفير للسوليوشنز. هلا مشان نوضح كيف ممكن نحسب الاكتيفيتي كوفيشنت من خلال الالكتروكيميكال سيلز، بدنا نفترض انه في عندنا هاي الخليه اللي هي بتتكون من قطبين، قطب الهيدروجين المعياري وقطب السيلفر سيلفر كلورايد كمان المعياري. بنلاحظ هون ما عندنا سالت بريدج، فهي محلول HCl مشترك ما بين القطبين. فهلا هذا الرياكشن او هاي الخلية ممكن نكتب التفاعل الكيميائي بهذا الشكل اللي هو عبارة عن نص H2 زائد AgCl بده يعطينا H بلس و Cl ماينس اللي هم هون مع ال Ag، فهاي ال overall reaction. هلا زي ما أخذنا ال Gibbs energy بتساوي ال free Gibbs energy على standard conditions بتزائد RT في لن ال activity للأيون الموجب في ال activity للأيون السالب. هون بمعنى إنه إحنا عبرنا عن ال activity، عبرنا عن التركيز باستخدام ال activity، واللي حكينا بناخذ بعين الاعتبار الانتر اكشنز بتوين سبيشيز ان سوليوشن. فهلا بهذا القانون بحكي لي انه دلتا جي هي عباره عن الجيبس انرجي، دلتا جي نوت الفري جيبس انرجي على ستاندرد كونديشنز، ار هي يونيفرسال جاز كونستانت، تي هي عباره عن تمبرتشر، اي بلس هي عباره عن الاكتيفيتي للايون الموجب اللي هو بهاي الحاله اللي هو اتش بلس، واي ماينس هي عباره عن الاكتيفيتي للايون السالب بهاي الحالة هو عبارة عن Cl minus. فهلأ هون بنلاحظ انه عدد الالكترونات اللي بيصير لها انتقال هي تساوي واحد، فبالتالي زد هون تساوي واحد. فلما زد بتساوي واحد ممكن يكون عندنا السيل بوتنشال كمان بنكتب الطريقة الآتية اللي هي حسب النيرنست equations اللي ما اخذناها. فالسيل بوتنشال بيساوي السيل بوتنشال standard conditions ناقص RT على زد، هنا عوضناها واحد في F، فلن حاصل ضرب الأكتيفيتي للأيون الموجب في الأكتيفيتي للأيون السالب. لأنه لو نرجع هون على المعادلات زي ما حكينا الـ involved هي بس الأيونز، لما نيجي نكتب المعادلات هاي مادة صلبة، هون الغازات ما بنكتبها. هلا الأكتيفيتي زي ما أخذنا بشابتر 7 إنها بتساوي الموليليتي تركيز شو ما كان، احنا هون بنستخدمه بالموليليتي مضروب بالاكتيفيتي كوفيشنت سواء للايون الموجب او الايون السالب. فممكن انا اعبر هون على الاكتيفيتي انها موليليتي في الاكتيفيتي كوفيشنت. هلا بما انه الموليليتي للايون السالب في هاي الحاله بتساوي الموليليتي للايون الموجب، فمشان هيك حطيناها هون ام تربيع، حطينا جاما للايون الموجب في جاما للايون السالب. هلا ممكن كمان انه هاي نكتبها بالصيغة انه احنا نوزع اللن، واللن لما بتوزع على ضرب بده يكون جمع بصير، فبصير عندنا هون RTF في لن ام تربيع زائد RT على F في لن جاما بلس في جاما ماينس. كمان احنا ممكن نستخدم المين اكتيفيتي كوفيشنت اللي حاصل ضرب
الاكتيفيتي كوفيشنت الايون الموجب في الايون السالب، فممكن كمان كتابة المعادلة بهاي الصيغة. فإذا عرفنا السيل بوتنشال بشكل عام للخلية، عرفنا السيل بوتنشال لل at standard conditions، وهاي الكونستانت اوريدي معروفة، التركيز اكيد بيكون معروف، فانا بقدر احسب المين اكتيفيتي كوفيشنت. ممكن كمان المعادلة تكون بهاي الصيغة. طبعا هون اليو الموجودة هاي بس عبارة عن thermodynamic quantity، يعني ما إلها اي قيمة رقمية. فهون انه بس تم اعادة الكتابة، انه احنا في حالة اللين دايما الاس تصير زي معامل، هون بنحولها كأنها مضروبة في قيمة اللين. فهون بس اخذنا الاثنين ضربناها ب 2 ار على ار تي على اف، وهون اخذنا التربيع تاعت الجاما ضربناها بالن، فصارت 2 ار تي على اف. فهيك يعني باي صيغه حسب المعطيات ممكن نستخدمها. وهون بحكي لنا انه المين اكتيفيتي كوفيشنت عباره عن جذر الاكتيفيتي كوفيشنت بلس الاكتيفيتي كوفيشنت ماينس. وممكن كمان نعمل rearrangement للمعادلة السابقة بهذا الشكل، فممكن نستخدمها بأي صيغة احنا بدنا اياها. هلا الفائدة الثالثة اللي ممكن نحصلها من الخلايا الكهروكيميائية اللي هي الإيكوليبريم كونستانت، اللي هو ثابت الاتزان، أو بنسميه dissociation constant بجميع أنواعه. هلا سواء كان لويك أسيد، لويك بيس، لويك إلكترولايت، فإحنا ممكن نحصل قيمة الإيكوليبريم كونستانت. والعلاقة ببساطة اللي هي إنه الـ E نوت بتساوي RT على ZF لين الـ K. فعرفنا إنه الـ E نوت للكاثود ناقص للأنود، بنطلع الـ E نوت للخلية كاملة، الـ Z بتكون معروفة، والـ R والـ T والـ F عبارة عن كونستانت، فبنطلع الـ K بكل سهولة. هلا التطبيق الرابع اللي هو سوليبيليتي كونست برودكت، اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الإيكوليبريم كونستانت، اللي هو بيكون للويك إلكترولايت أو ل سبرانجلي سوليبل سالت، الاملاح قليلة الذائبية بالماء، فممكن انه احنا نستخدم السيل بوتنشال لحسابها. فمثلا في عنا هاي الخلية اللي هي Cl2، عبارة عن غاز بتم ضخه بالخلية تحت ضغط 1 بار، بيكون في محلول HCl، ونستخدم للكاثود اللي هو سيلفر كلورايد الكترود. فلما نيجي نكتب انصاف التفاعلات لهاي الخلية، نصف التفاعل الأكسد هو عبارة عن Cl- بتحول لنص Cl2 زائد إلكترون. هلا هنا مش زي قطب الهيدروجين، الهيدروجين H2 هي اللي بصير لها أكسديشن، لا هون Cl- هي اللي بصير لها أكسديشن. فCl- 1 تحولت لCl2، هون الشحنة زيرو، فبالتالي زيادة في عدد التأكسد، إذا عندنا صار تأكسد. هون النصف الثاني هو عبارة عن الكترون زائد الاي جي سي ال، بيعطي اي جي زائد سي ال ماينس. لما نيجي نحسب الاوفر اول رياكشن، سي ال ماينس مع سي ال ماينس بتروح، والالكترونات بيروحوا مع بعض، بصفي عندي اي جي سي ال سوليد، بيعطي اي جي ال زائد نص سي ال 2. هلا هون زي ما بنعرف احنا انه السيلفر كلورايد لما بيكون موجود في سوليوشن تحت ظروف معينة بيكون موجود على شكل أو بصير إيكوليبريم مع الأي جي بلس والسي إل ماينس. فمشان هيك ممكن نكتب إحنا السيل بوتنشال للخلية بتساوي سيل بوتنشال at standard condition زائد ار تي على اف في لين الأكتيفيتي للأي جي بلس في الأكتيفيتي للسي إل ماينس. ليش؟ لأنه الكي اس بي solubility product لأي مادة هو عبارة عن حاصل ضرب تركيز الأيونات مرفوع للأسس حسب المعادلة الموزونة. هلا احنا المعادلة عندنا هنا 1 AG+ و1 Cl-، فبالتالي الأسس عبارة عن 1. هلا هاي عبارة عن الكي اس بي، فاحنا بنكتب المعادلة بطريقة ثانية، بس انه بنكتب كي اس بي هون، بنقدر نحسبها اذا عرفنا السيل بوتنشال كامل والستاندرد كونديشنز، فبنقدر نحسب الكي اس بي بنفس الطريقة يعني اللي بنحسب فيها الإيكوليبريم كونستانت بشكل عام. هلا الإي نوت is given by، كيف إنه التفاعل إي نوت هي عبارة عن الإي للكاثود ناقص الإي للأنود، وزي ما حكينا إحنا هون الكاثود هو عبارة عن سيلفر كلورايد، والأنود هو عبارة عن قطب الكلورايد، فا إي كاثود ناقص إي أنود ممكن نحسبها. فهنا لما رجعنا للجدول وعوضنا الأرقام كون هذول موجودين البوتنشال لهم بالجدول، ف 0.7996 للقطب الأول، الكاثود ناقص 1.35827 للقطب الثاني،
بيطلع معنا البوتنشال هون بالماينس. The measured EMF of the cell is يعني هاي قيمة الإي مش الستاندرد، قيمة الإي كاملة اللي هي بيتم قياسها experimentally بيكون معطينا إياها، والإي نوت إحنا بنحسبها عن طريق الكاثود ناقص الأنون، والكونستنت بتكون موجودة عنا الـ ART على F، والزد هي عبارة عن واحد في هاي الحالة، فبصفي عنا نطلع بس الـ KSP. فبنيجي بنعوض الأرقام بالمعادلة اللي هي السيل بوتنشال اللي هو المقاس عمليا بساوي السيل بوتنشال على الستاندرد اللي هو حسبناه كاثود ناقص انود، زائد ار في تي على اف اللي هي الكونستنت مشان تعطينا الكي اس بي. لما نيجي بنعوض الكونستنت هون بيطلع معنا الكي اس بي بساوي 1.57 في 10 قوة ناقص 10 مول تربيع ديسيمتر قوة ناقص 6، واللي هي قيمة الكي اس بي لمين؟ للاي جي سي ال السيلفر كلورايد. على التطبيق الخامس للخلايا الكهروكيميائية اللي هي البوتنشيومتريك تايتريشن. البوتنشيومتريك تايتريشن عبارة عن عملية تايتريشن عادية، بس انه بصير فيها تفاعل تأكسد واختزال خلال عملية التايتريشن، وبيكون في عندي تايترنت وبيكون في عندنا انالايت اللي هم طرفين موجودين بأي تايتريشن، المادة مجهولة التركيز والمادة معلومة التركيز. فبصير في عنا تايتريشن، بس نوع الرياكشن اللي بيصير هو عبارة عن ريدوكس رياكشن، تفاعل تأكسد واختزال. وما انه تفاعل تأكسد واختزال وبنتج عنه فرق جهد كهربائي ممكن، فهنا بتم قياس البوتنشال. هلا هاي بتمر عليكم بواحد من المختبرات، ممكن مختبر فيزياء 2، انه تجربة بوتنشيومتريك تايتريشن بستخدم فيها بوتنشيوميتر بنحطه بمحلول الانالايت، وهون بنستخدم مادة للتايترنت معلومة التركيز، فبنصير بنضيف مثلا واحد من التايترنت على الانالايت مع التحريك المستمر، بنقيس قيمة البوتنشال بيطلع معنا على الجهاز قيمة البوتنشال، نرجع بنضيف واحد مل ناخذ قيمة البوتنشال، 2 مل، 3 مل الى اخره، لغاية ما نوصل لنقطة معينة بسموها الجامب، وهاي النقطة اللي هي الإكويفالنت بوينت أو الإند بوينت، هي الإكويفالنت بوينت في هاي الحالة بنسميها، لأنه الإند بوينت في حالة استخدمنا إنديكيتر بتغير اللون تاعه. هلا هون يعني صورة ثانية للبوتنشيومتريك ميجرمنت، أنا ممكن تكون بهاي الصورة كمان جهاز بوتنشيوميتر، في عنا هون قطب ريفرنس، وهون في الماجنتيك ستيرر، وفي عنا هون قطب ثاني، فبصير عملية إضافة للمادة اللي هي الأنالايت تايترنت، مثلا هون عنا سي إي موجب 4 والأنالايت إف إي موجب 2 بمحلول أسيدك، فبتم إضافتها دروب باي دروب مع قياس قيم البوتنشال، وبنعمل جدول زي هيك اللي هو الفوليوم المضاف من المادة التايترنت والبوتنشال فاليو اللي هي قراءة الجهاز. بعدين بنرسم هاي الرسمة اللي هي البوتنشال versus الفوليوم added، قيمة البوتنشال مقابل الفوليوم المضاف من التايترنت. هلا هون الرسمة حتطلع معنا بهذا الشكل زي التايتريشن كيرف. هلا احنا بنشتغل عملي، بنلاحظ ان القراءات بتكون بالبداية بترتفع بشكل متقارب جدا جدا، بعدين فجأة بصير في عنا قفزة هون كبيرة بالقراءة، يعني بنلاحظ هون صار عندنا كانت القيمة 0.18 فجأة قفزت لمثلا 0.38، فهاي النقطة اللي بصير عنا الجامب هون بنعرف انه احنا وصلنا للإكويفالنت بوينت اللي هي نقطة التكافؤ. بعدها بنستمر بالتايتريشن شوي بس مشان انه نكمل عملية الكيرف لما يجي يرتسم. هلا مشان نطلع الإند بوينت او الإكويفالنت بوينت بنرسم مماس على هاي الجامب وبنطلع النقطة اللي بتيجي عنا بالنص. هلا مشان نكون شغلنا ادق بناخذ الفيرست ديريفاتيف. شو يعني الفيرست ديريفاتيف؟ اللي هي المشتقه الاولى، يعني التغير في قيمه البوتنشال على التغير في الفوليوم المضاف. يعني بنرجع للجدول اللي عندنا هون، بناخذ يعني 0.4 على ناقص 0.2، 0.6 ناقص 0.2، وهكذا انه بنطلع الفرق في البوتنشال هون في البوتنشال وعلى الفرق في الفوليوم. فبيطلع لنا انه بنرسم الرسمة ما بين التغير في البوتنشال على التغير في الفوليوم مقابل الفوليوم اللي احنا رسمناه، فبيطلع عندي الرسمة بهذا الشكل هيك. هلا هاي القمة هي بتكون الإكويفالنت بوينت اللي هي بتكون عندنا هون، بس مشان نطلعها بشكل دقيق بنروح بناخذ الفيرست ديريفاتيف بنرسمها ونطلع الإكويفالنت بوينت. هلا من الإكويفالنت بوينت
بنشوف حسب المعادلة الموجودة شو نسب التايترنت للأنالايت، بنحسب إنه مولاريتي في الفوليوم أو ماس على مولر ماس. هي حتكون لأنه إحنا بالجهتين بنستخدم تركيز الفوليوم، حيكون عندنا at equivalent point التركيز في الحجم للتايترنت بيساوي التركيز في الحجم للأنالايت، وتكون تركيز الأنالايت هو المجهول والحجم بتاع الأنالايت حجم التايترنت من هون طلعناه، وبنطلع التركيز المجهول بكل سهولة. فهون مكتوب إنه based on the volume at the end point، أو هي الأصح نكتب equivalent point هون of the titrant, then concentration of the analyte can be calculated. يعني أنا ممكن أحسب ال concentration للمادة المجهولة من خلال ال equivalent point أو الحجم عند ال equivalent point. هلا بدنا نروح ل section 8.6 واللي هو بحكي لنا ال fuel cells اللي هي خلايا الوقود بسموها. هلا شو تعريفنا لل fuel cell؟ هو عبارة عن electrochemical cell، خلية كهروكيميائية تتكون من قطبين وإلكترولايت يعني محلول كهرولي، which converts the chemical energy of chemical reaction between fuel and oxidants directly into the electrical energy. يعني هي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تفاعل كيميائي، والخلية بتتكون من قطبين ومحلول كهرولي. أول خلية كهرولية أو أول خلية وقود اللي هي fuel cell تم إنتاجها كانت من خلال العالم ويليام روبرت جراف بسنة 1811 ل 1896. كانت هاي الخلية بتتكون من أقطاب من البلاتينم موجود فيها كمان هيدروجين بتم ضخه لهاي الخلية وأكسجين، فهي عبارة عن خلية بتتكون من غازين الهيدروجين والأكسجين وأقطاب البلاتينم، يعني بتم إنتاج الوقود من الهيدروجين والأكسجين. هلا شو مبدأ خلية الوقود اللي هي الفيول سيل؟ إنه بيكون في عنا فيول، وهون الفيول هي عبارة عن الغازز الموجودة عنا، بيكون في إلكترود اللي هو البلاتينم، بعدين إلكترولايت اللي هو المحلول اللي بيكون موجود عنا حسب المحلول المستخدم، بعدين إلكترود الثاني اللي هو قطب البلاتينم الثاني، بعدين أوكسيدانت اللي هو غاز الأكسجين. هلا الفيول سيل بحكي لنا إنها بتشبه البطارية بشكل كبير، بس انه هون هي بتعطينا الكتريكال انرجي بشكل مستمر يعني لفترة زمنية اطول من البطارية. يعني هاي الادفانتج للفيول سيل انه الفترة الزمنية اللي بتعطي فيها طاقة كهربائية بمعنى عمرها بيكون كتير اطول، والسبب في هالشي انه الفيول سيل is continuously supplied with fuel and air or oxygen from the external sources. يعني ليش؟ لانه هي قائمة مثلا على تزويدها بالهيدروجين والأكسجين، فطول ما أنا بعطيها هيدروجين أكسجين فهي بتكون شغالة. Whereas a battery contains only a limited amount of fuel، بينما البطارية يعني زي ما بنعرف بتكون محدودة في الكمية فيها، شو مالها محدودة. فهون الفرق ما بين البطارية ما بين الفيول سيل، إن الفيول سيل عمرها أطول وهي الطاقة اللي بنحصل عليها منها بشكل مستمر. هلا ابسط نوع من انواع الفيول سيل اللي هو بيستخدم الهيدروجين والاكسجين، لانه في لها انواع كتير، من ابسط انواعها اللي هو النوع اللي بيستخدموا فيه الهيدروجين والاكسجين. فبنلاحظ هون انه غاز الهيدروجين بدخل للخليه بصير له الالكترولايت، بصير له تفاعل كيميائي، هون الانود وهون عندنا الكاثود. هلا هون كمان انه شكل ثاني لخليه الخلايا الوقود اللي تعتمد على استخدام غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين. هذا الكيمستري إلها انه على الانود على القطب السالب بصير في عنا عملية اكسيديشن للهيدروجين، فعنا 2 مول من ال H2 بتحولوا لأربع مولات من ال H بلس زائد 4 الكترون. هذا تفاعل الانود. هلا تفاعل الكاثود اللي هو الاكسجين بتفاعل مع الاربع هيدروجين مع 4 الكترونز وبعطينا جزيئين من الماء. فاذا على الانود بصير في عنا اكسيديشن للهيدروجين، وعلى الكاثود بتم انتاج الماء من خلال الاكسجين. النت رياكشن هو عبارة عن 2 مول من ال H2 زائد 1 مول من الاكسجين بيعطينا 2 مول من الهيدروجين. وهون مكتوب تفاعل الانود وهون تفاعل الكاثود، وهون overall رياكشن.
هلا هيك بنكون خلصنا تشابتر الفيول سيل. يعني هو في كمان انواع كثيره للفيول سيلز، اللي حابب يستفيد ويقرا زياده في كثير بتلاقوا على الانترنت. هلا السكشنز اللي بيضلوا 8 7 عنوانه فوتو جالفانيك سيلز، 8 8 اللي هي باتريز اولد اند نيو، اللي هي زي الليثيوم باتري والنيكل باتري، عم بشرح عنها بتفصيل اكثر، بس احنا رح نوقف لغايه الفيول سيلز يعني هي المطلوبه، وهاي انه ممكن انتم ترجعوا لها وتقراوا قراءة اللي حاب يعني يعرف معلومات زيادة عنهم. وهيك بنكون خلصنا تشابتر 8. بالمحاضرة التالية رح ناخد أسئلة من البروبلمز ونحلها على تشابتر 8.